جوميز يعود للتعاون خالد القحطاني، تتفق مع هذا الرأي ولماذا؟ أول خلينا نفصل في المايسترو بدر وشيء. المايسترو على مستوى تدريبه مع نادي التعاون بعد حضور كارتيرون نقل التعاون نقلة نقيضة تماما للي كان يدار بها التعاون بشكل ممتاز مع كارتيرون. أنا هي أتكلم التعاون مع كارتيرون كان فريق يتكتل ويكسب مباريات بالهجمة المرتدة وحتى الكرات الثابتة، وكان من أفضل الدفاعات الدوري ما كان الأفضل. ومع كارتيرون الذي رحل بأسباب حنا نجهلها حضر المايسترو نقيض أفكار كارتيرون، مدرب يلعب دائما بالضغط العالي، مدرب دائما عنده النزعة الهجومية تغلب على النزعة الدفاعية، ومدرب دائما عنده حس الجراءة. هذا في الموسم الماضي المايسترو قدم مباريات ممتازة للأمانة، وخلنا نشوف يعني لو جينا نتذكر أجمل مباريات كاكو وأجمل مباريات توامبا في الموسم الماضي كانت تحت قيادة المايسترو، وبرضه حتى وصوله إلى النهائي إلى الشوط الأول بالنهائي قدام فيصل كان مقدم شوط إلى حد ما جيد. لكن اليوم اللي يبدأ الموسم مع التعاون مختلف تماما عن الموسم الماضي على مستوى المدرب الإنجليزي الأصل الصربي المايسترو. الموسم الماضي كنت تشوفه يلعب بضغط عالي بشكل ممتاز أو حتى يحاول يسجل في بداية المباراة ويستحوذ على الكرة ولا يترك الخصمة. لو جيت تشوف أول مباريات التعاون قدام الحزم يتقدم ب3-0 ودفاعه سيء، خطوطه متباعدة، يلعب على الفرديات بشكل كبير. هذه مباراة وعدت، مباراة الهلال تقدمت مبكر جدا على الهلال، ومع ذلك ما كنت تسير بنفس المنهجية اللي كانت يعني خلينا نقول تنمي عليها لاعبينك في الموسم الماضي، الضغط العالي، محاولة تكثيف الأهداف، وخط دفاع الهلال الشوط الأول كان يعني متاح لك انك تزود عدد أهدافك، ومع ذلك ما سجلتها من غلطة الكابتن عبد الله المعيوف. وكان في تراجع مبالغ فيه بشكل كبير، تبديلات غريبة، حتى في لو تكلمنا سحبة سميحان النابت في المباراة الأولى كانت الأمانة عليها ملاحظات كبيرة. فالأفكار التي دار بها التعاون الموسم الماضي بالرغم أن عليه ملاحظات في النهائي مختلفة عن التي يقود بها التعاون اليوم، ومع ذلك كل الجانبين خلنا نقول غير كاسبة. اليوم يتقدم ب3 أهداف 3-1 قدام الحزم، ومع ذلك يتعادل في آخر الدقائق ويتقدم على الهلال إلى الدقيقة خلنا نقول 81، وعلى ذلك يخسر المباراة بتكتل مبالغ فيه. هذا من جانب المايسترو، لكن في من جانب جوميز أنا أعتقد يا بدر أني الذي دفع إلى التعاون إلى هذا الليفل الممتاز جدا يشارك في دوري أبطال آسيا، وإن كان بيدرو مانويل يعني حقق مع التعاون بطولة الكاس، إلا أن جوميز هو صاحب النقلة الحديثية هذه على مستوى المدرب. التعاون ما شاء الله في رجال يديرونه بعقلية رائعة جدا، لكن أنا أتكلم عن نقطة المدربين اللي خذ التعاون لهذا الليفل هو جوميز، مدرب ممتاز جدا. نتذكر حتى أيام جهاد الحسين وأيام المجموعة هذه كان يقودها في 2016 و2017، وحتى بعد عودته مدرب يعرف التعاون جيدا، يعرف فلسفته، أول من أقحى من المحللين التقنيين والفنيين في أسوار نادي التعاون. فالعودة إلى جوميز حل ما أنا أشوفه جيد. أنا كنت بعتب على التعاون كثير أنك تبدأ بمدرب غير مقتنع فيه وتقيله من الجولة الثانية، لكن إذا كانت الخيارات البديلة بمدرب بقيمة جوميز ممكن هذه الأمور يعني خلينا نقول تجب الكثير من العيوب في التغيير. مدرب يعرفك، صنع الكثير من الإنجازات معك، قدم معك سنين ممتازة، حقق معك انتصارات تاريخية، فأعتقد أن جوميز خيار جدا جدا ممتاز لنادي التعاون في حال ما تمت هذه الصفقة. نقطة